أول خبر بيقول انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة. أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة لدعم وتشجيع أصحاب الأمراض المزمنة، وعشان يستكملوا علاجهم وكمان يتابعوا حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات وكمان في الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة كمان للقوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية. وهيكلمنا أكتر عن الخبر ده دكتور هشام محمد البتنوني، استشاري جراحات القلب والشرايين التاجية وجراحة الصدرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. ألو دكتور هشام؟ دكتور هشام ألو؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال، ياريت نحاول نكلم دكتور هشام مرة تانية. ناخد تاني خبر معنا، التعليم العالي تعلن الإجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الفرق النهائية. نشرت الصحيفة الرسمية لوزارة التعليم العالي عبر فيسبوك الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي هيتم اتباعها أثناء فترة الامتحانات بالجامعات للعام الدراسي 2021-2021. وهتشمل إجراءات وقائية خاصة بالجداول والطلاب والقاعات وكمان هيئة المراقبين. وعشان نعرف أكتر عن الإجراءات معانا هاتفيا دكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. كلمنا دكتور أكتر عن الإجراءات الاحترازية اللي لازم يتبعها كل طالب وإزاي كمان يحمي نفسه ويحمي كمان أهله في البيت. طيب هو المشكلة مش في الطلاب بس، يعني الامتحانات طبعا أساسا الطلاب والسادة المراقبين من موظفي الكليات أو الأساتذة وكمان المصححين. هنا ده تجمع وما عندناش اختيار ان احنا ما نعملوش. تمام. سنوات النقل تم إجراء الامتحانات فيها بوسائل متعددة، معظمها الوسائل اللي بنسميها يعني وسائل على الانترنت، مش لازم الطالب بيحضر بنفسه. أوكي. بينما هناك بقى الثانوية العامة والامتحانات النهائية اللي هي في الكليات، دي الطالب لازم يحضر بنفسه. طبعا دول بيبقوا أعداد كبيرة طبعا، فلازم يبقى فيه إجراءات احترازية. الطالب طبعا والمراقب لازم بيجي زي ما بينزل من بيته كده هيبقى لابس الكمامة، و يستحسن انه بلاش ان احنا زي ما كنا بنعمل كل سنة بنقابل بعضينا وزملائنا. نتقابل قبل الامتحان ونتجمع ونبتدي ندردش ونبتدي نراجع ونبتدي نشوف. الكلام ده ما ينفعش، انا اجي مباشرة على الامتحان. اوكي. وبعدين هستعمل ادواتي الشخصية، واذا حصل اثناء الامتحان حسيت ولو باي اعراض طفيفة، ارتفاع في درجة الحرارة، صداع، ان انا منهك، مكسر، ده مش معناه كورونا. تمام. احنا في جو الصيف، في حراره، في رطوبه، ممكن يكون الاسباب كثيره جدا، هو مجهد عشان المذاكره، اسباب كثيره. لكن في طبعا الاطقم الطبيه موجوده في الكليات بتبتدي تطمن على الطلبه او المراقبين وبتاخذ الاجراءات الطبيه اللازمه. وان شاء الله زي ما حصل في الامتحانات الثانويه العامه اللي تمت، الحمد لله ما حصلش مشاكل، ان شاء الله الدنيا كلها تعدي على خير باذن الله. تعدي على خير، بس مش عايزين التجمعات لا قبل الامتحان ولا بعد الامتحان. شكرا جدا لحضرتك دكتور هشام محمد البتنوني، شرفتنا بمداخله حضرتك واكيد وضحنا مع بعض الخبر اكتر. خلونا نرجع للمداخله مع دكتور هشام. متاسفه جدا دكتور هشام محمد البتنوني رجع معانا مره تانية على التليفون، استشاري جراحات القلب والشرايين التاجيه وجراحه الصدر. دكتور هشام اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ ريني، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. دكتور خلينا نتكلم عن المبادره وصحتها او اهميتها على مرضى الامراض المزمنه النهارده وخصوصا مرضى القلب. بصي، هي المبادره دي فعلا جت في وقتها مظبوط. احنا الفتره اللي فاتت عانينا بشده من المرضى بتوعنا، بالذات اللي هم مرضى القلب المزمنين نتيجه الكورونا. المشكلة إن المرضى بقى يخافوا يروحوا مستشفيات، بقى يخافوا يتابعوا علاجاتهم. صحيح. المبادرة دي جاية فعلا في وقتها، ويعني جاية في الوقت المظبوط. ليه؟ هي هتتيح للمرضى دول إن هم يروحوا أقرب وحدة صحية ليهم يقدروا يتابعوا علاجهم.
احنا الفتره اللي فاتت الثلاث اربع اشهر اللي فاتوا الحالات بقت تجيلنا متاخره جدا جدا بسبب عدم التزام المرضى وخوفهم من الكورونا خلاهم مش ملتزمين بالعلاجات بتاعتهم الطبيعيه اللي هي مهمه للقلب. فده طبعا شفنا مشاكل كتير جدا بسبب القصه دي وفقدنا ارواح ناس كتير جدا بسبب القصه دي. تمام. طيب دور المبادرة دي النهاردة يا دكتور ايه بالظبط؟ يعني احنا النهاردة بنساعد الناس دي ازاي ان هي تستكمل العلاج بتاع الامراض المزمنة بتاعتها؟ بنعمل لهم ايه النهاردة؟ بنقدم لهم ايه خدمة؟ تمام. هي الوزارة والدولة مشكورة يعني وفرت للمرضى دولة اقرب مكان ليهم يقدروا يروحوا له يتابعوا المشاكل المرضية بتاعتهم. متابعة يا اما متابعة علاج يا اما متابعة الاجراءات اللي ممكن تتاخد زي الاساطر وزي عمليات القلب. فالمبادرة دي يعني سهلت للمرضى الوصول للدكاترة أو الوصول للمنظومة الصحية. المبادرة دي عملت حاجة جميلة جدا دلوقتي إن هم متعاقدين مع حتى المراكز الخاصة في بالنسبة للتحاليل والأشعة إن المرضى دول يقدروا يعملوا التحاليل والأشعة المطلوبة ببلاش أو على نفقة الدولة فأقرب مكان ليهم مركز معتمد ومتعاقد مع وزارة الصحة. تمام. فدي طبعا هتوفر على المرضى كتير طبعا وهترجع لنا تاني. احنا كان في مبادره اللي هي اللي ان هو نخلص قوائم الانتظار بالنسبه للاساطر والدعامات وجراحات القلب كانت ماشيه كويس جدا وعملت طفره في المنظومه الصحيه في مصر. بس طبعا جت الكورونا او الكوفيد يعني وقف الدنيا وقللها جدا كل حاجه من العيانين نفسهم يعني المرضى نفسهم كانوا خايفين طبعا ان هم يروحوا مستشفيات ويتابعوا. كل الناس طبعا كان عندها قلق في الوقت ده فاكيد موقفين كل حاجه. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله وتوضيح الخبر. شكرا جزيلا لحضرتك. خلصت فقره الاخبار معانا. هنطلع مع بعض فاصل سريع وهنرجع.